نموذج من الفحوصات من الدم على بطنها حامل على بغداد. لا والله ولدت حسين والله صبر هوي تريد اطلع لك حال عندي اضافه هلا 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 القلاعية دمرت الجماسة الحلال مرضى واللقاحات ماكو من الحكومة دعم ماكو دمر العالم والله العظيم يوم انت الفرد على ودي الناس تشحط لها ما تشحط لها يعني اقل شيء باد يومية اقل شيء 20 25 حالة فطسن ماكو لقاحات يعني لقاحات انطوها كلها فاسدة ما تفيد ما بيها اي فائدة مو فعالة ونطالب من الحكومة يعني الدعم لقاحات والحيوان قاعد تأذى والعالم قاعد تأذى والله انت ليش ما تقفل قاعد تشوف الناس يسألون على الباب؟